وسهلا بكم في شرح جديد من شروحاتنا اللي بتهدف الربح من الانترنت والاستثمار بدونه، قناة اونلاين ماني. فضلا وليس امرا، لحضرتك لسه جديد معانا في القناة، ياريت تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصية الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. النهاردة انا هتكلم عن موقع رفعه احد اعضاء القناة الاستاذ احمد. هو بعت لي على في اخر فيديو قال لي شوف، ياريت تشوف الموقع ده، لو عجبك تنزله للناس عشان تستفاد منه. هي الموقع لسه فاتح حالا، الموقع جميل، هسيب لك اللينك تحت. كل عليك هتخش على الموقع، تقوم دايس هنا، هيفتح لك هنا كده بالظبط الاستمارة دي. هتكتب الاسم، الاكونت، الايميل، والباسورد، وتخطي الكباتشا ودوس على الريجستر. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده كده. كل عليك هتنزل تحت، هتلاقي 4 عملة قصادك: اللايت كوين والدوجي كوين والبيت كوين والدولار. هنعدل على عملة الدولار لأن السحب منها 1 دولار فقط. هتلاقي السهم بالطريقة دي كده، تلاقي السهم هنا 0%. كل عليك انت تقوم عامله كده على اليمين، تجيب السهم من الشمال اليمين، هيبقى 100%، ويبتدي التعميل يقولك سيف دين، يبتدي التعدين زي ما احنا شايفين كده اهو، التعدين كده اهو بقى 100%. كل عليك انت توصل ل1 دولار، تقوم رايح فوق هنا كده، تقوم دايس على كلمة سحب. هيفتح لك اللي هي اللي هنا كده، القايمة دي بالظبط. تختار العملة بتاعتك الدولار، وتختار المحفظة اللي تسحب عليها بير او ادفانس كاش او بيرفكت ماني. وهنا بيقول لك اقل حاجة للسحب 1 دولار. طبعا تعمل نشر لرابط الاحالة بتاعك، لان رابط الاحالة عليه 5 جيجا هاش هدية. انت اول ما بتخش الموقع ده بيديك 100 جيجا هاش هدية للتعدين، كل واحد تجيبه زي ما احنا شايفين كده، 100 جيجا هاش ان ستوك يعني للتعدين، اي حد تجيبه تاخد عليه 5 جيجا هاش هدية. بس يا ريت نستغل الموقع، الموقع جميل، ولسه يعني واحد لسه فتح حالا الموقع دلوقتي. ونشكر العضو الناشط الاستاذ احمد ان هو شاركنا الموقع زي ده. ولايك لو عجبكم الكلام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.